مستقبل حقوق النساء في العالم العربي غير مطمئن. المرأة ثورة وليست بعورة. صبورة ومناضلة. هناك لا مرئية أو المرئية الاستلابية. متدهورة جداً ولا يهتم بها السياسيون الرجال. لكن الراجل واعي ومثقف كيخلي مرته تخدم. إلا ما كانش واعي ومثقف راه ما كيخليهاش، كيقول دير وعدير وعدير بزاف حوايج. ولا كان قاري ما يقولش، ما محيد من دماغه ذاك الشيء، داير فيها الثقة. شتي كيف؟ أريد أن أوجه لكل النساء بأن جسدهن هو ملكهن لوحدهن.